يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نعمل مع بعض كفته، رح نعملها مع البطاطا والطحينه. عندي هون اللحمه، هي تقريبا نص كيلو، انا طالعتها من الفريزر كنت مفرزتها. المقادير انا بكتبها تحت بصندوق الوصف وكمان تحت الفيديو يعني، وانا بحكيها كمان طول ما انا عم اشتغل. بس بدي اقول لكم اول خطوه رح نشتغلها نحن، انا بدي مشان حتى ما تفرط عندي اللحمه او الكفته لما بدي اعملها، بدي احط لها شويه سميد. هاي نص كاسة من السميد وكاسة من الماء. أول شيء بدي أعمله بدي أحطهم على النار لحتى يصيروا عندي هيك شوي متماسكين. حط الكاسة وباخدهم بغليهم على النار لحتى بديها شوي تبرد لحتى تبل اللحمة ونساويها مع بعضنا. حطيته على النار وظليت مستمرة عم حرك هيك فيه. هلا أنا بعدها لسه عندي ما استوت مني حبة السميد، يعني بدي إياها تنشف شوي، هي ما يضل فيها مي، تصير عندي يعني مثل العجينة. هلا فيكم تضيفوا السميد يعني إذا كان كتير ناعم مثل الطحين يعني تضيفوه مباشرة، بس أنا بلاقي هاي الطريقة أحسن لأنه بصير أطرى، يعني اللحم بصير عندي أطرى. خلص هيك صارت عجينة، شايفين كيف؟ هلا بتركها تبرد شوي 5 دقائق وبنتبل اللحمة مع بعض. لتتبيل اللحمة رح احط عليها تقريبا معلقة الشاي فلفل اسود، كمان نفس المعلقة رح احط فليفلة حمراء، ملح حسب الرغبة، رح احط انا وحدة ونص. عندي هون بقدونس وبصل، هدول يعني تقريبا البصلة وسط والبقدونس نص الكاسة تقريبا. بخلطهم كلهم مع بعضهم هيك بهالشكل هذا. هلا إذا أنتوا عندكم الكعك المطحون أو البقسومات فيكم تضيفوا كمان بدال السميد إذا ما عندكم سميد يعني. رح أضيف السميد اللي عملناه. هذا ما بيخلي اللحم يعني بعد ما نحطه بالفرن او على النار يرجع يشد ويصير صغير. تلاقيها مثلا عامله، انت بتكوني عامله الصينيه هيك كبيره بتلاقيها شدت وصارت صغيره، هيك بتتماسك بتضل الحجم نفسه وكمان بزيد الكميه. يعني اذا هلا مثلا هي نص كيلو بتلاقوها صار الكميه بتبين اكثر. هلا باخذ كميه، ممكن تعملوها على شكل كرات او تعملوها اصابع مثل ما بتكون انتو هيك، هذا القياس بتصور انه منيح. بجهزهم كلهم وبروح بقلي البطاطا والجزر وبرجع لكم. انتهيت منهم، كورتهم بهالشكل هذا، طلعوا معي 21 قطعة، هاد نص كيلو يعني. بدكم تدخلون تحطوهم صينية وتدخلون على الفرن تقلون شوي، او بدكم تعملوا مثلي انا لقيت هيك اسرع يعني، رح قليهم، حطيت كم معلقة زيت رح قليهم. لتجهيز الطراطور اللي بدنا نحطه فوق الصينية أو فوق الكفتة، عندي هون كاسة مثل هاي الكاسة من اللبن، رح أحط فوقها كاسة مي ونص الكاسة عصير الليمون، وعندي هون صفيان تقريبا شي نص الكاسة من الطحينة. رح أضيف معلقة الشاي كمان ثوم مهروس، وبدي احط انا كمان فوقها شوي من دبس الرمان، وهذا اختياري، فيكم تحمضوا بس بالليمون يعني ما تضيفوا دبس الرمان، بس بتطلع كثير طيبه مع دبس الرمان. رح احط تقريبا شي معلقه. هلا هذا السمك شايفين كيف كل الطحينه شكل، يعني انا حاسسته هذا ثقيل لانه انا بدي احطها هلا بالفرن بدها تتقل او بدنا نحطها نرد على الغاز، فانا رح اضيف كمان عليها كبايه وحده من المي. يعني خلوا الصوص يكون عندكم لانه حسب الصينيه اللي بدكم تساووها انتم، احتمال تحطوا اكثر مني، فخلوا الصوص يكون مريق ما يكون كثير سميك، شايفين كيف؟ هلا هيك هذا افضل، لانه بدنا نرجع نغليها على الغاز او بدنا نحطها بالفرن بدها ترجع تشد وتتقل. هيك خلص صار عندي جاهز، ذوقوا، بدكم حمض حطوا، بدكم ملح حطوا، انا ما حطيت ملح لاني محطه وقت دقيت الثوم حطيت شوي ملح، وعلى كل هلا بدي ذوقوا.
انا قليت البطاطا والجزر مثل ما بتقلوا البطاطا عادي، يعني قليتها على الاخير، وحط حتى الجزر قليته مثل ما بقلي البطاطا. صفيت قسم الصينيه اللي بدي استخدمها هلا، وبدي احط الكفته اللي عملناها مع بعض، بوزعها كمان بهالشكل. شايفين كيف حجم الكرات؟ يعني ضل مثل ما هو، ما كتير صغير، بضل كبير. برجع بصف بطاطا كمان فوقها بيناتهم هيك بهالشكل هذا. بعد ما صفيتهم هلا راح احط الصوص اللي عملناه مع بعض، ودخله على الفرن على درجه حراره 180. اذا ما عندكم حابين تشغلوا الفرن فيكم تحطوه على الغاز، تردوا ترجعوه على الغاز شوي بس هيك لحتى شوي تتماسك عندي، يعني شغلت شي ربع ساعه او حسب الفرن عندكم، يعني انتم بتلاقوها كيف صارت وتكون هيك جاهزه. طلعت الصينية من الفرن، زينتها بشوي من البقدونس، ما تخلوها كتير بالفرن، يعني مثل ما قلت لكم هو كل شيء عنا مستوي، يعني البطاطا والكفتة كلها مستوية، حتى كمان ما تنشف عنا الصلصة كتير. فيكم تاكلوا حد رز إذا كترتوا الصلصة شوي، أو فيكم تاكلوها هيك يعني كونوا فيها بطاطا وجزر، تاكلوها يعني بالخبزة أو بالمعلقة. رح بس قيم شوي أرجيكم الصوص، أنا ما كتير خليته يعني كتير يجمد بالفرن. شايفين القوام بعده مثل ما هو، ما كتير. الطعمة كتير كتير طيبة، اللحمة أخذة من حموضة اللبن. بتمنى يكون عجبكم شغلي لليوم، إذا حابين تدعموني اعملوا لايك وشير للفيديو، ولا تنسوا تتابعوني على قناتين، قناة مطبخنا السوري وقناة يلا نتحلى.